اللهم إني أسألك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب. أسأل الله العظيم أن يحصنك بالقرآن ويبعد عنك الشيطان وييسر لك من الأعمال ما يقربك إليه، وأن يصب عليك من نفحات الإيمان وعافية الأبدان ورضا الرحمن، ويجعل لقيانا في أعالي الجنان. اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك، وأدخلني معهم برحمتك. ومما فضل الله تعالى به يوم الجمعة أن جعل الله تعالى فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة ساعة، يعني إن في يوم الجمعة ساعة. وهذه الساعة هل هي مثل ساعاتنا اليوم 60 دقيقة، أم أنها أكثر أم أنها أقل؟ الراجح من